العرب اليوم يقولون نأسف، نندد، ندين، نرفض، نحذر، ننبه، نطالب، ندعو، نستنكر. أما عن عربي 224 هجرية، بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسلام. فخرج هارون الرشيد على رأس جيشه حتى وصل إلى هرقلة، وهناك خاض معركة نيكوبوس التي هزم فيها نقفور ملك الروم، واضطر لدفع الفدية كما فعل من سبقوه. وبعد عام قرر الإمبراطور البيزنطي التوقف عن دفع الجزية للخليفة العباسي، فخرج هارون الرشيد مجددا وخاض حربا أخرى مع البيزنطيين، قتل فيها 30,000 من جيشهم وأجبرهم على دفع الجزية كما كانوا يفعلون سابقا. هكذا كان حال العرب قديما، أما اليوم فهذا هو حال العرب.